سي طارق الكحلاوي هذا كان يخدم عند سي صخر الماطي، وهذايا كان يدبش في المقالات عن صخر الماطري، وكان يقعد يستنى بالنص النهار في صخر الماطري وقتاش يجي في بيرو شركة النقل. هذايا تاريخه أسود من تاريخ منصف المرزوقي يعرفه. هالطفل هذايا اللي قرر في إحدى الجامعات الأمريكية وقام ينقز علينا في شارع بورقيبة وفي واحد ماي، فهمتي، بصورة كاريكاتورية متاع كراكوز متاع إنسان ما يدلش على أنه قادر أنه يشد مركز دراسات استراتيجية. هذا من الأفضل أنه يصمت، لأنه تاريخه تاريخ أسود، وهذا يخدم عن صخر الماطري. هذا 2010 وقت اللي العباد قاعدة تموت والكرتوش يخيط، هو يخدم عن صخر الماطري ويأكل في فلوس صخر الماطري. هذا مفروض أنه يحاسب ويحطوه في الكتاب الأسود. كيفاش هذا اليوم؟ هذا اليوم ثم حوار أنا أنجزته مع علي التنجال. علي التنجال هذايا أحد مؤسسي حزب المؤتمر وأحد العقلاء في الحزب هذاك، اللي كرموا لحيتهم بديهم وجبدوا رواحهم من الحزب بعد ما تسكن الحزب هذايا بالمجانين. فسي علي التنجال هذايا يحكي على سي هذايا سي طارق الكحلاوي ويحكي على أفراد حزب المؤتمر. يعني حوار، انا ادعو الى قراءه هذا التامل. ما قالوا صفحه 5 من جريده الوقائع نتاع جماعه هذا اشقال فيه علي التنجال وفي اعضاء حزب المؤتمر، قال كلام فظيع جدا على الاشخاص هذوما المنتمين الى حزب المؤتمر. اليوم فين نلقاو ام زياد اللي صحت معاهم الوثيقه نتاع حزب؟ نلقاوها لبرا، ونلقاو سهام بادي هذه اللي جات هي واخوها في الاخر وفجاه يعني ولات وزيره ولات قياديه في حزب المؤتمر هي وسي طارق الكحلاوي، والحزب ذي تفتت الى 20 حزب وانقسمها. يعني سي محمد بالحزب اللي بهالكتاب هذا بحسب رايك انت هما مادام صفه الدكتور ما تتحط كان للمرزوقي وصفه الاستاذ ما تتحط الا لمحمد عبو، البعره تقود الى البعير كما